جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 7153 مشترك. النهاردة هنعمل اثبات سحب وايداع في موقع دوجي بانك. اللي معرفش الموقع ده، هو موقع تعدين لعملة الدوكوين، عملنا عليه كذا اثبات سحب وايداع، والنهاردة هنعمل ايداع بقيمة 930 دوكوين. طريقة الشغل عليه، انت بتستخدم باقات، والباقات دي انت بتستثمرها لمدة 30 يوم، بتديك عائد يومي. مثلا هو بيقول لك انا بديك عائد يومي هنا في الباقة دي 15 دوكوين، يبقى انا بتحصل كده على 30 دوكوين. تمام. دلوقتي في عرض، في سيل ل7%، هو بيعملها كل يعتبر شهر، فاحنا نلحق نستغل الفرصة. هنعمل اثبات سحب على المحفظة دي، هسيب لك برضو المحفظة اسفل الفيديو اللي حابب يستخدم. اول حاجة هنروح للوالد بتاعتنا، هنعمل ايداع، هناخد العنوان بتاعنا ده كده، هناخده كوبي، وهو بيقول الحد الادنى 10 دوكوين. تمام. احنا هنروح على الموقع وهنعمل اثبات سحب بالقيمة دي، واصدره، هنحط العنوان اللي احنا خدناه، بسط، وهنروح نحط الكمية كلها كده، وهنعمل بسط. تمام. هنعمل سند. تمام. تم كده السحب بنجاح في الموقع، والاستثمار شغال. الاستثمار ده بيديك 30 يوم، زي ما انت شايف كده، بيديك لمدة 30 يوم، وبعد كده الباقات بتستثمر، وبيديك عائد. هو بيديك عائد بسيط، بس الموقع شغال وبيت. هفصل الفيديو عقبال بس نشوف اثبات السحب مع بعض، وارجع لكم تاني. زي شايفين هنا كده مع بعض، دلوقتي وصل السحب في البندنج. لو احنا عملنا ريلود كده، عايزين نتأكد نشوف السحب وصل. لا، لسه في البندنج. هو كده يعتبر يعني في مرحلة الايداع. تعالوا بقى نعمل ايداع في الموقع بالمبلغ اللي احنا قلنا عليه، اللي هو 930. لما تيجي تحط المبلغ، هنحط مثلا 935 عشان الفي اللي بيحصل من الانترنت. هنودع ازاي؟ هنضغط على كلمة ديبوزيت، هناخد العنوان بتاعنا كده كوبي، وممكن برضه تفتحه في العنوان ده في ملف تكست عشان تتأكد منه الارقام بالظبط. تمام. هنروح على الديبوزيت، هنعمل ايداع بعملة الدوكوين، هنختار هنا عملة الدوكوين، بعد كده هنعمل ايداع كده، بعد كده احنا هناخد، هو بيقول لي الحد ادنى 10، فاحنا هناخد هنا 935، نحط المبلغ 935 هنا كده، هنعلم على الخانتين دول. بعد كده مثلا تكتب اي اسم هنا، مثلا وليكن مثلا، وهنضغط على كلمة payment. تمام. هنضغط على كلمة preview payment كده، هنا هنحط الباسورد، وهنضغط على كلمة confirm كده. تم السحب في من المحفظة. هنعمل كده، هنشوف الاكتيفيتي زي ما انتوا شايفين كده، هو السند ده، المبلغ ده في البندنج لسه هيترسل لنا، والمبلغ اللي انا اودعته اللي هو 935 اهو لسه برضو في البندنج. لما يدخل هنا في المحفظة وينزل في الايداع، هنقدر نستثمر من في الباقة دي ب930 دوكوين. هفصل الفيديو لغاية لما يجي الايداع وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده، تم الايداع بمبلغ 935. هنروح على الباقة دي كده، ونضغط على كلمة باي. تمام. هو كده اداني المبلغ اللي هو بتاع الباقة دي ب930 بدل من 1000 دوكوين. هو عامل العرض ده 7%. اللي حابب يستثمر يستثمر على الخطة الأولى والخطة التانية.
الموقع بقاله بالظبط كده داخل فيه 4 شهور. لما تيجي تودع اودع في الاول في الباقة الاولى، وبعد كده تبدأ تستثمر، عشان حتى لو في اي حاجة من يعني مثلا لو قلنا اللي هو مثلا ممكن يقفل الموقع، فانت تكون استثمرت مبلغ قليل وبرضو مخسرتوش. تمام. طريقة الشغل عليه، الربح المجاني، يا اما عن طريق الافلييت، بتضغط على كلمة افلييت من هنا وبتروج لرابط الاحالة بتاعك، واي واحد بيستثمر في الموقع بتحصل على 7 هنا محددة، 7% من قيمة ايداعه. ده عن طريق الافلييت. في طريقة تانية وهي البونص. البونص ده بيديهولك لو انت عملت فيديو والفيديو ده وصل مثلا لنسبة المشاهدة بتاعته 100 مشاهدة، فانت بتحصل على 500 دوكوين، بس لازم يكون السبسكرايب بتوعك اعلى من 500 شخص. هنا بيديك 1000 دوكوين، لازم يكون 1000 شخص عندك في القناة، ولازم نسبة المشاهدة بتكون أعلى من 200. هنا بيديك 5000 دوكوين، لازم يكون نسبة السبسكرايب عندك 10000 شخص بيديك، ونسبة المشاهدة 500، فبيديك هنا 5000 دوكوين. وأنا برضو عشان أوضح النقطة دي، أنا سحب هنا منه 500 دوكوين، وهنا 500 دوكوين، وهنا تحت 1000 دوكوين من الربح المجاني من الموقع. موقع كويس تقدر تشتغل عليه بقاله فترة. لما تيجي تستثمر، استثمر مبلغ قليل، ما تستثمرش مبلغ كبير في الاول، ده لو انت جديد. لو انت استثمرت قبل كده وربحت منه مجانا، تقدر تستثمر فيه في الباقة التانية براحتك انت. بكده انتهت حلقتنا النهاردة في موقع دوكوين بنك. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر وشرح اخر ان شاء الله.